السلام عليكم يا سنة تانية، النهاردة معانا آخر محاضرة في الباراسيتولوجي، هنستكمل فيها فايلم بلاتيهلمنسس تريماتوز الفلوس. زي ما أنا قلت لكم المحاضرة اللي فاتت، الجزء دوت يخص الدكتورة فاطمة صنبل في المنهج. النهاردة بإذن الله هندرس جينس شستوسوما، وبنطلق على الجينس شستوسوما بلات فلوكس. بيختلف عن الأذر تريماتوز في إيه؟ ان البارازايتس ديت عباره عن بارازايتس بتوجد في البلاد فاسكولار سيستم. السكس في حاله الجينس شستوسوما بيكون سيبريت سكسز، بمعنى ان انا هيبقى عندي لفظ فيميل اند ميل ادلت وورمز. الفيميل بتكون سلندريكال، يعني البادي كافيتي موجود في حاله الفيميل بيديها شكل السلندر الاسطوان. الانتستاينال سيكا في الحاله ديت بيحصل لها ريونايت، وهدرسها بالتفصيل في المورفولوجي ليتر اون في المحاضره. التستس، عدد التستس في حالة الميل بتكون أكتر من 2. الإجز ليها سباين، سواء ترمينال أو لاترال، ما بتكونش أوبركيوليتد. الأوبركيوليتد إج أنا وصفت الإج في حالة الهيتروفاس هيتروفاس، وفي حالة الفيشيولا سبيشيز إن هي أوبركيوليتد إج. أما في حالة الشستوسوما هوصف الإج بإنها إجز ويز أيذر ترمينال سباين أو لاترال سباين. الميل في الحالة ديت عنده حاجة اسمها جاينيكوفوريك كانال، اللي هي قناة الاحتضان، بتكون موجودة فيها الفيميل، فالاتنين بيوجدوا هما الاتنين مع بعض في حاجة اسمها كوبيولاتوري بير. نو ريديا ستيج، ما بلاحظش بوجود الريديا في حالة اللايف سايكل اوف شستوسوما، على عكس الهيتروفس وعلى عكس الفيشيولا. الميديكالي امبورتنت سبيشيز في الشستوسوما جينس انكلودينج شستوسوما هيماتوبيا، شستوسوما مانسوناي، وشستوسوما شابونيكا. الثري سبيشيز بيختلفوا عن بعض في الجيوغرافيكال ديستريبيوشن والهابيتات في جسم الانسان. الشستوسوما هيماتوبيا بتبقى موجوده في اليورينري بلادر، ومن حيث الجيوغرافيكال ديستريبيوشن بتبقى منتشره في افريكا واسيا. اما المانسوناي بتبقى موجوده في جسم الانسان في الكولون والريكتوم، وانتشارها بيكون في افريكا وساوث امريكا. اما الجابونيكم بتبقى موجوده في الانتستين، واكتر اماكن انتشار ليها بتبقى موجوده في اليابان والصين، بس مش موجوده في مصر. اول سبيشيز هدرسه هو الشستوسوما هيماتوبيا. ديت عباره عن نوع من انواع الفلوكس اللي بتعيش في البلفيك والفيزيكال بلكسس اوف فينز، موجوده في الانسان، هو الديفينيتيف هوست بتاعها. الفيميل بتنزل ايجز، الإجز تقدر تعمل لي penetration لليورينري تراكت وتخرج مع اليورين. بتعيش فترة في المية لغاية ما توصل للبولينس ترامبيتس اللي هو السنيل، الفيرست انترميديت هوست بالنسبة لي. جوه السنيل هتتحول لشكل تاني السركاريا، يخرج من جسم السنيل ويعمل free living swimming في الووتر لغاية ما يوصل لعائل جديد أو definitive host جديد المان، يعمل penetration للسكن وتسبب العدوى بالشستوسوما هيماتوبيا. لو عملنا ستادينج للمورفولوجي، في حالة الميل بيكون colorless flat worm، اللينس بتاعها بيوصل لواحد سنتي، يعني ممكن اشوفها بالنيكد اي. بيبقى عنده تو سكرز زي ما هو موضح عندك في الصورة. الكيوتيكل الجسم من بره، او الجسم الشكل الخارجي للجسم من بره خاصة في الدورسال سيرفيس، بيكون محاط ببعض السمول تيوبيركلز اللي هي زي شكل درنات موجودة على السطح الخارجي من الجانب الظهري للدودة. من الحاجات بردك المهمة وانا بعمل ستادينج للمورفولوجي للميل ادلت وورم، بلاقي جاينيكوفوريك كانال اللي هي قناة الاحتضان. ايه وظيفتها؟ الميل بيعمل كارينج للفيميل وورم في القناة ديت، وجودهم في الشكل ده زي ما موضح في الصورة قدامك، بيسموا البير دوت كوبيولاتوري بير. القناة ديت بتمتد من البوستيريور اند، من مؤخرة الجسم، وبتنتهي عند الفنترال ساكرز اللي هي الممصات البطنية. اما لو اتكلمنا على المورفولوجي بتاعت الفيميل وورم، بتكون سلندريكال لوجود بادي كافيتي، بتكون شكل التريب لايك بوينتد اند. اللينث بتاعت الجسم بيوصل 2 سنتي، يعني تقريبا ضعف طول الميل ادلت وورم. الديدان ديت ما بتحتويش على ماسكولار بارينكس، والاسوفيكاس بيكون متحوط ببعض الجلاندز. اما من حيث الانتستين، لو جينا عملنا لها ستادينج بتبقى امام الفنترال ساكرز اللي هي الممصات البطنيه.
الانتستين بيحصل لها بايفوركيتس انتو تو سيكا which reunites بتتحد تاني في البوستيريور بارت اوف ذا بودي. لو عملنا مقارنة مختصرة وسريعة قارنا ما بين الشستوسوما هيماتوبيا والشستوسوما مانسوناي من حيث الديزيز اللي بيسببهم كل منهم، الشستوسوما هيماتوبيا بتعمل يورينري بالهريزس، اما المانسوناي بتعمل انتستاينال بالهريزس. الديستريبيوشن موجودة في النايل فالي افريقيا واسيا، اما المانسوناي موجوده في النايل دلتا والافريقيا وساوث امريكا. المورفولوجي في حاله الميل الكيوتيكل اللي بيغطي الدورسال سيرفيس بيكون فاينلي تيوبركليتد، اما في حاله المانسوناي بيكون كورسلي تيوبركليتد. السيكا بتكون يونايت بوستيريورلي في حاله الهيماتوبيوم، اما في حاله المانسوناي بتكون يونايت انتيريورلي. التستس النمبر بتاعها بتكون من 3 ل 5 وبيكون حجمها كبير في حالة الهيماتوبيوم، أما في حالة المانسوناي بيكون عددها من 6 ل 9 افريج 8 وبتكون حجمها صغير وموجودة في كلاسترز. أما الفيميل الأوفري بتاعها بيكون بوستيريور في حالة الهيماتوبيوم وأنتيريور في حالة المانسوناي. الهابيتات موجودة فين في جسم الإنسان؟ في حالة الشيستوسوما هيماتوبيوم موجودة في الفيزيكال والبلبك فينوس بلكسوس، أما في حالة المانسوناي موجودة في الميزنتريك فينوس بلكسوس. الإج بتكون في حالة الهيماتوبيوم لها تيرمينال سباين، أما في حالة المانسوناي بتكون لها لاترال سباين. السركاريا عدد البنتريشن جلاندز في حالة الهيماتوبيوم 5 بيرز، أما في حالة المانسوناي 6 بيرز أوف بنتريشن جلاندز. الانترميديت هوست البولينس ترانكيتوس في حالة الهيماتوبيا، أما في حالة المانسوناي بيكون بايموفلاريا ألكساندرينا. الريزرفوار هوست في النيتشر شستوسوما هيماتوبيا ما عندهاش ريزرفوار هوست، لكن لو انا بعمل عليها بعض الابحاث اكسبيرمنتال ببتدي استخدم المونكس او الرودنس. اما المانسوناي في النيتشر الريزرفوار بتاعها بيكون المونكس او الرودنس. الصور اللي قدامي دي بتوضح الفرق ما بين الميل شستوسوما هيماتوبيا والميل شستوسوما مانسوناي من حيث النمبر اوف التستس. في حالة الشستوسوما هيماتوبيوم احنا قلنا ان هما بيكون عددهم من 3 ل 5 4 افريج، بيكونوا حجمهم كبير وموجودين في لاين في خط مستقيم. اما في حالة المانسوناي يكون النمبر اوف تيستس في الحالة ديت من 7 ل 9 افريج 8، موجودين حجمهم صغير وموجودين في شكل كلاستر. لو قارنا ما بين الشستوسوما هيماتوبيا والشستوسوما مانسوناي من حيث الانترميديت هوست بتاعهم، الفيرست انترميديت هوست هو عباره عن الاثنين، في حاله الهيماتوبيا بيبقى بولينس ترانكيتس، اما في حاله الشستوسوما مانسوناي هو البايموفلاريا الكساندرينا. الصوره دي بتوضح الفرق ما بين الشستوسوما هيماتوبيا والشستوسوما مانسوناي من حيث شكل الايج. في حالة الهيماتوبيوم الإج بتكون لها تيرمينال سباين وكونتيننج ميراسيديوم، أما في حالة المانسوناي الإج بتكون لها لاترال سباين وكونتيننج ميراسيديوم. الترانسميشن المان بيحصل له انفكشن لو هو نزل فيه قنوات مائية بتحتوي على السركاريا. السركاريا دي عندها القدرة إن هي تعمل دايركت بنتريشن للسكين. دي شكل السركاريا، وقلنا الفرق ما بين السركاريا في حالة الشيستوما هيماتوبيوم بتختلف عن الشستوسوما مانسوناي في النمبر اوف بنتريشن جلاندز اللي موجوده فيها. في حاله الشستوسوما هيماتوبيوم بيكونوا 5 بيرز اوف بنتريشن جلاندز، اما في حاله المانسوناي بيكونوا 6 بيرز اوف بنتريشن جلاندز. لايف سايكل The adult schistosomes live in the small pelvic veins. After fertilization, the female leaves the male and forces her slender body into a small blood vessel as possible, and there they deposit her eggs. One by one with a spine posteriorly retreating backwardly after each egg being laid. The eggs usually retain their position by their spines and by the contraction of the vessels after the body of the parent worm has been withdrawn. They gradually work their way out of the vessels and into the tissue of the walls of the bladder and finally into the lumen of this organ, where they escape with the urine in case of schistosoma hematobium. اما في حالة الشستوسوما مانسوناي بيكون الخروج لان هي موجودة في الانتستاينال تراكت بتخرج في الفيسز. Dilution of the urine into water causes the eggs to hatch within a few minutes to several hours. The miracidia live for 24 hours or less and therefore must find suitable snail اللي هو الانترميديت هوست. في حالة الشستوسوما
هيماتوبيوم بيكون البولينس ترونكيتس، اما في حاله الشستوسوما مانسوناي بيكون البايموفلاريا الكساندرينا. Inside the sneeze, the miracidia develop and become tubular sporocysts، وبعد كده تتحول الى daughter sporocysts وتخرج من السنيل في شكل forked tail cercaria. They escape from the snail into the water for 2 or 3 days. The cercaria swim and rest in the water. If they fail to reach a final host اللي هو الهيومن او الديفينيتيف هوست المان في خلال الوقت ده they die. الدياجرام اللي قدامي دوت بيوضح اللايف سايكل اوف جينس شيستوسوما. لو ابتدينا بالشيستوسوما هيماتوبيوم او شيستوسوما مانسوناي موجودين فين جوه جسم الانسان؟ بالنسبه للهيماتوبيوم موجوده في البلفيك فينوس بلاكسس، اما في الشيستوسوما مانسوناي هي موجوده في الميزنتريك فينوس بلاكسس. بعد ما اللي بيحصل فيرتلايزيشن بين الميل والفيميل تبتدي تخرج الفيميل في شكل الشكل بتاعها اللي هو السلندريكال شيب، وتبتدي تعمل فورسنج لنفسها جوه الفينز اللي هي السمول فينز، وتبتدي تعمل لينج للايج او تبتدي تخرج الايجز منها في شكل فيرتلايزد ايج بتحتوي على الميراسيديا. في حاله الشستوسوما هيماتوبيوم الايج بتكون لها تيرمينال سباين، اما في حاله الشستوسوما مانسوناي الايج بيكون لها لاترال سباين. التيرمينال سباين لان هي موجوده في منطقه اليورينال تراكت بتخرج مع اليورينز، اما اللي عندها لاترال سباين بتاعه الشستوسوما مانسوناي بتبقى موجوده في الانتستاينال تراكت فتخرج في الفيسز. الاثنين سواء يورين او فيسز خرجوا ووصلوا الى الميه بيبتدي يحصل هاتشنج للايج وتخرج الميراسيديوم. الميراسيديوم ده عنده القدره ان هو يعوم في الميه لغايه ما يوصل للسيوتبل انترميديت هوست. في حاله الشيستوسوما هيماتوبيوم هيكون البولينس ترانكيتس سنيل، اما في حاله المانسوناي هيكون البايموبلاريا الكساندرينا سنيل. دخلت جوه السنيل الميراسيديوم حصل لها بعض التطورات لغايه ما خرجت في شكل فورك تيل سيركاريا. الفورك التيل سيركاليا هي ديت اللي قادره تعمل انفكشن للانسان وتعمل بنتريشن للسكن وتوصل للسيركيوليشن، ومن السيركيوليشن كل سبيشيز يوصل للمكان اللي هيبتدي يعمل فيه العدوى. في حاله الهيماتوبيوم هيوصل لل الفينز اللي موجوده في اليوريناري تراكت، اما في حاله المنسوناي هتوصل للفينز الموجوده في الانتستاينال تراكت. يبقى من الرسمه اللي قدامي دي اقدر اتحدد الديفينيتيف هوست هو المان، الانترميديت هوست البولينس ترانكيتس في حاله الهيماتوبيوم، اما البايموفلاريا الكساندرينا بتكون في حاله المانسوناي. الانفكتيف ستيج بتكون الفورك تيل سيركاريا في الحالتين، والايج اللي بتكون دايجنوستيك ستيج في حاله الهيماتوبيوم بيكون لها تيرمينال سباين، اما في حاله المانسوناي بيكون لها لاترال سباين. الدايجرام دوت اللي قدامي بيوضح الديفرنس ما بين الشستوسوما سبيشيز من حيث الشكل الاجز بتاعتهم. في حالة الشستوسوما هيماتوبيوم بتبقى لها تيرمينال سباين وبتخرج مع اليورين، اما في حالة الشستوسوما مانسوناي بتخرج في الفيسز وبيكون لها لاترال سباين. اما الشستوسوما جابونيكم ممكن تلاقيها في الفيسز وممكن تلاقيها في اليورين وبيكون لها سمول تيرمينال سوري انا اسفه سمول لاترال سباين. وبيضك الشكل بيوضح لي الكوبيلاتوري بير اللي موجود في الميل والفيميل جوه جسم الانسان. فالمان بالنسبه لي هو الفاينل هوست، والسنيل على حسب اختلافها هي بتكون الانترميديت هوست. بيخرج من جوه الايج الميراسيديوم وده بيعوم لغايه ما يوصل للسيوتبل انترميديت هوست ويخرج منها في شكل فورك تيل سيركاري. بتخش عن طريق البنتريشن للسكن ودوت اللي هو بنسميه المود اوف انفكشن. الباثوجينيسيتي ارتكاريا اند فيفر مي بي برودوسد ان ايرلي ستيج اوف انفستيشن ترانزيشن تو انتنس ايتشنج بيسموه سيركاريال ديرماتايتس ريزلت فروم بنتريشن اوف ذا سكين زي ما انت شايف الصوره قدامك. During migration and maturation of the worm بيحصل فيفر هيديك كاف اند انلارجمنت اوف ذا ليفر. In case of urinary bilharziosis caused by schistosoma hematobium, هيحصل fibrosis of the bladder causes urinary frequency together with hematuria، بمعنى ان هنلاقي blood موجود في اليورين. Chronic condition results in bladder and urinary stones, prostatic and genital involvement, and increased incidence of cancer of the bladder. Laboratory diagnosis of urinary bilharziosis اللي كوزت شيستوسوما هيماتوبيوم، ابتدي اعمل مايكروسكوبيكال اكزامينيشن لليورين هلاقي فيه اجز ويز تيرمينال سباين. ان دايركت تيست انكلودنج انترا ديرمال انجكشن اوف سيركاريال انتيجين
او اكس راي على اليورينري تراكت او الايزينوفيليا، وبتكون كومن في الحالات دي. التريتمنت بوتاسيوم انتوميني تارتريت تارتر ايميتيك او نريدازول متري فونيت والبارازيكيونيتال، هما دول الدراجز اللي انا بستخدمهم في حاله اليورينري بالهويه. الجدول ده بيعمل سمري للفروق اللي ما بين الثري سبيشيز اوف شستوسوما هيماتوبيوم ومانسوناي وجابونيكا. من حيث التوجمنت بيكون الهيماتوبيوم عندها سمول تيبركلز على الدورسال سيرفس، اما في حاله المانسوناي بيكون لارج باكولاي على الويز سباينز، اما الجوبانيكم بتكون التوجمنت بتاعها بيكون سموث. النمبر اوف تيستس في حاله الهيماتوبيوم 4 لـ 5، المانسوناي من 6 لـ 9، الجابونيكم بتكون 7. البوزيشن اوف اوفري نير ميد ان ذا انتيريور هاف، وبالنسبه للجابونيكم بتكون بوستيريور تو ميد بادي. الاجز في حاله الشستوسوما هيماتوبيوم بتكون اوفل with sharp terminal spine، اما في حاله المانسوناي بتكون اوفل with lateral spine، والجابونيكم بتكون اوفل او spherical with small lateral spine. السنيل في حاله الهيماتوبيوم بتكون بولينس ترونكيتوس، في المانسوناي بتكون بايموفلاريا الكساندرينا، اما في حاله الجابونيكم بتكون اونكول ميلينيا سبيشيز. الهابيتات الفينز اوف يورينري بلادر، اما في حاله المانسوناي بتكون مينلي فينز اوف كولون اند ريكتوم، اما في حاله الجابونيكم بتكون مينلي فينز اوف انتستين. البريفلنس او الانتشار بتاعها الهيماتوبيا والمانسوناي منتشرين في ايجيبت، اما الجابونيكم منتشره في اليابان. باثوجينيستي اوف شستوسوما مانسوناي سيميلر تو يورينري بالهاريزر، لكن في الحاله ديت الاكس هيحصل لها ديبوزيشن في الميزنتريك بلكسس ويحصل لها سكيبنج في الفيسز. الاجز ممكن توصل للوول بتاع السمول انتستين وتبتدي يحصل لها انفلاماتوري رياكشن في المنطقه دي، بينتج عنه كونجيشن بولبس سانتي باتشز، وبعد فتره بيحصل ثيكنينج في الوول بتاع السمول انتستين بيكون الريجولار في الشيب بتاعه. البيشنت في الحاله دي هيحصل له ديزنتريا، الديزنتري دي بتكون ويز بلاد اند ميوكاس بنشوفها في الفيسز. برولابس وستريكشرز بيحصل ديك وساينوسز وفيستولا بتحصل في المنطقه بتاعه الانتستينال تراكت. بعد الاجز بيحصل لها انتشار وتخرج من البلاد ستريم وتوصل للليفر، بيحصل بريبورتر فايبروزس وبورتر هايبرتنشن، هيباتوسبلينوميجالي، اسايتس اللي هو الاستسقاء، واسوفيجيال فاريس اللي هي الدوالي المريض. دايجنوزس اوف شستوسوما مانسوناي هعمل ديتكشن للاجز اللي ليها لاترال سباين في الفيس، ممكن اعمل ريكتال بايوكسي او ريكتال اسواب، والماتيريال اللي انا بجمعها ببتدي اعملها اكزامينيشن مايكروسكوبيكالي. تريتمنت اوف شستوسوما مانسوناي عن طريق تارتر ايميتيك راديكيونيتال زيهم زي اليونري شستوسيميزيس، الاوكزا من كوين والنريدا زول، بس بيكون ليس افكتيف وبيكون كونترا انديكيتد لما بيكون في ليفر فايبروزس او بورتال هايبرتنشن. Prevention and control of schistosomiasis, personal prophylaxis, avoidance of bathing, swimming in or drinking polluted water. If this couldn't be avoided, the following measures should be done. Wearing protective clothes. Water must be boiled or stored 3 days before use. Quick and thorough drying of exposed skin. The use of repellents. Health education. Explaining the life cycle and the mode of infection for school children and people in mosques and churches, also by radio, televisions and press. Stress on abstinence from defecation or micturition in canals, abstinence from washing or swimming in canals. Environmental sanitation, provision of safe water supply, proper sewage disposal, construction of swimming pools, mass treatment by detection, treatment and follow-up of all infected persons, snail control, physical methods, changing the environment so as to become unsuitable for snails. This can achieve by the use of covered canals, canal clearance from weeds, pitching banks of canals with concrete to prevent plant growth, drying of canals or use of alternate canals, one used and one dried, increasing canal slope to increase water flow, traps of palm leaves at canal inlets to prevent snails. Biological methods by introduction of natural enemy which predates on snails such as bugs, birds or snails,
Marisa species, plantation of some plants toxic to the snail, such as Phalaenites aegyptica. Chemical methods using mulchicides. An ideal mulchicide should be cheap, easy to apply, effective in low concentration with residual effect, and non-toxic to man, animals, fish, or plants.